انا عايز اكلمه كلمه واحده بس. اتفضل. خليك معانا، خليك معانا لحظه ساعتها. استاذ بكري، هذه مكالمه من اهم المكالمات التي تلقيتها، لانها في لحظه يتصور البعض ان العمل قد يسفر عن خلاف، ولكن التقدير والاحترام المتبادل لا يمكن يضيع. ها انت تسعى لمصلحه مكانك وانا اسعى لمصلحه مكاني، ولكننا نحترم بعضنا البعض ونرى بعضنا البعض. صح، انت وقد قلت الكثير في حقي، دعني أقول لك سر لأول مرة، ما كانش عامل لي قلق في نادي الزمالك غير إسماعيل سليم. ده صحيح. وكنت تملى أقولها للأستاذ إبراهيم، كنت تملى أقولها، الراجل ده مشكلته إنه فاهم وبيشتغل وهو ساكت، وأنا بخاف من النوع ده. ونضيف. ونضيف طبعا. فأنت الحقيقة عائلة شرقاوية جميلة. أشكرك على المكالمة، وتحياتي لمحمد بيه عبد السلام قريبي وحبيبي. أنا ليا كلمة أخيرة بعد إذن سعادتك. اتفضل حضرتك. بما إن سيادتك جبت سيرة الدكتور إسماعيل سليم، فأنا أتذكر مقولة كان الأستاذ المرحوم الأستاذ ناصر سليم، وهو صديق وعزيز وقريب لنا، فكان بيتكلم يقول إحنا نفسنا إن واحد في نادي الزمالك بعد المهندس محمد حسن حلمي يكون زي صالح سليم في النادي الاهلي. فالدكتور اسماعيل قال له انا اتمنى ان انا اكون على نفس منوال الكابتن صالح سليم، القيمه والقامه ورحمه الله عليه. وعلى فكره قريبه، اسمه سليم برضه. اسمه سليم برضه، يعني قريبه. ده الاصل في الاسم بقى ولا السر في الاسم؟ يعني احنا، انا معتز بالمكالمه جدا، اشكرك عليها، وارجو ان احنا، أو أنا على الأقل، إن أنا أكون على قدر هذا التقدير، ويا رب أكون أستحقه يا رب. وأرجو يا إبراهيم انقل بقى، ما إحناش هنقدر. شكراً يا أستاذ بكري. شكراً للأستاذ بكري سليم المدير التنفيذي مش كلها لنادي مصر المقصة.